أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إضاءة. ضيفي في هذه الحلقة هو الكاتب والأكاديمي البحريني الدكتور عبد الله المدني. حياك الله دكتور. أهلا وسهلا فيك أستاذ. أهلا وسهلا فيك دكتور. نحن اليوم هنا في إضاءات لنتحدث عن مملكة البحرين، هذه الجزيرة الحالمة المتسامحة الجميلة الهادئة التي استحلت بعد 2011 إلى جزيرة يخرج منها الكثير من الضجيج، دوار اللؤلؤة عند من يسميه باللؤلؤة، دوار مجلس التعاون عند من يسميه بدوار مجلس التعاون، ثم اعتصامات وضجيج، حتى صدرت دعوة من ملك البحرين الملك حمد بن عيسى الخليفة قبل أيام تدعو إلى حوار وطني للبحث في الوضع الأمثل في مملكة البحرين. هل كان الدكتور عبد الله المدني يتوقع لبلده البحرين كل هذا الضجيج في 2011؟ أعتقد أن لا أنا ولا أحد من البحرينيين كان يتوقع ما حدث من أحداث مؤسفة ومؤلمة في هذه الجزيرة التي تفضلت ووصفتها الوصف الدقيق بأنها جزيرة جميلة متسامحة حالمة هادئة ترنو إلى المستقبل بأمل، وإذا ببعض أبنائها للأسف الشديد يحاولون إثارة الشغب والمشاكل وتحطيم كل ما بنته السواعد القوية خلال 30 أو 40 سنة الماضية. للأسف الشديد وأقولها بمرارة، نحن عشنا أيام رعب حقيقية، كان الإنسان خايف على نفسه، خايف على أبنائه، خايف على عمله، لا يستطيع الخروج نتيجة الفوضى التي ارتكبتها قلة من الناس. بس دكتور أنت الآن كأنك تحاول أن تقف إلى جانب من ضفتي النزاع، تتحدث عن بعض أبناء البحرين الذين ارتكبوا هذه الأخطاء. هؤلاء أيضا يقولون أن السلطة ارتكبت أخطاء في تعاطيها مع المتظاهرين المحتجين الذين استخدموا أساليب سلمية في الاحتجاج. أنا أقول يا أستاذ تركي أن هذه الأحداث التي جرت ليس بإمكان أحد أن يصفها بأنها أحداث سلمية. أنا لا أستطيع أن أوصف هذه الأحداث سلمية، وهي التي قامت على أساس قطع الشوارع ومنع الناس من الذهاب إلى أعمالهم، منع فلذات أكبادنا من الوصول إلى مدارسهم، الاعتداء على الحرم الجامعي، الاحتلال مستشفى السلمانية المستشفى الوحيد الذي يقدم الخدمات الطبية للبحرينيين، وتحويله إلى مركز ووكر للتآمر ضد الوطن. دكتور يعني أنت تتبنى وجهة النظر الإعلامية الرسمية، هذه وجهة النظر الإعلامية الرسمية حسب ما يعني خلني أقول لك، أنا كمتلقي أسمع وجهتي نظر. وجهة النظر التي تتفضل بها يقال بأنها وجهة نظر إعلامية رسمية لا تصدر إلا من الإعلام الحكومي، في وجهة نظر أخرى تقول أن هناك تعاطي مع المحتجين، إطلاق النار عليهم، الإساءة لهم، قتلهم، حديث عن ضحايا بأعداد كبيرة. دعني أقول لك كل هذه الأمور ضخمت تضخيم شديد واستخدمت فيها أدوات الإعلام المعادية، التجأوا كما تعلم إلى الإعلام الموجود في الدولة الموجودة على الضفة الأخرى من الخليج وتوابع هذه الدولة في لبنان نعم والعراق وللأسف الكويت الشقيق أيضا. هذه الجماعات كلها رسخت أو جيرت كل إعلامها لتضخيم الأمور وإخراجها من صورتها الحقيقية. أنا أعتقد أن الأمور تريد أن تقول أن ما حدث هو صراع سني شيعي، هذا اللي تقوله لما تجي تقول إيران وبعدين لبنان تقصد حزب الله وبعدين تجي لا تقول هي ليست مسألة أستاذ تركي، لا تأخذني إحنا في البحرين هناك طائفتان رئيسيتان في البلد، أبناء هاتان الطائفتان عاشوا على مر التاريخ متحابين متآلفين، آباءنا اشتغلوا جميعا في الغوص معا، أولادهم ذهبوا إلى البعثات التعليمية معا، بنوا البحرين بعد الاستقلال معا، ناضلوا من أجل استقلال البحرين معا، لم يكن هناك أي خلاف. الخلاف والانقسام في النسيج الاجتماعي البحريني ومن ثم زيادة ظهور الثقوب واتساعها بدأ مع ظهور هذا النظام الموجود على الضفة الأخرى من الخليج، والذي دق الأسافين وأعطى الوقود للفتن المذهبية ليس في البحرين فحسب وإنما في كل دول الشرق الأوسط الإسلامية،
وكان النتيجة أن كل 10 سنوات في البحرين نحن أمام أزمة بدأت في الثمانينات. كلها صناعة إيرانية؟ تبي تقول لي أن الأزمات في البحرين صناعة إيرانية؟ تقف هذه الدولة وراءها. يعني إحنا في الثمانينات أرسلوا إلينا شخص يدعى تقي هادي المدرسي، وهو موجود الآن يعيش في العراق في ظلال حراب الاحتلال الأمريكي، ليقوم بقلب النظام. في التسعينات دفعوا بجماعات من أجل التكسير والتخريب انطلاقا من القرى. نعم، قلب النظام البحريني. نعم، في التسعينات دفعوا جماعات التخريب والحرق وقطع الطرق في القرى، والآن عدنا إلى المشهد من جديد. استغلوا الموجود في العالم العربي من احتجاجات لينطلقوا ويقولوا أن هناك ثورة. أنا لا أدري كيف تسمى هذه ثورة، والذين يذهبون للاحتجاج في دوار اللؤلؤ يركبون أفخم أنواع السيارات. أنا أعرف الثورة الناس طالب بتحقيق مستوى معيشة أفضل. هؤلاء احتلوا مستشفى السلمانية، والأطباء كل واحد منهم راتبه يصل إلى ما فوق 3000 دينار، ولديه بيت فاخر وأولاده يدرسون في مدارس خاصة. كم تعدل 3000 دينار بالدولار مثلا؟ بالدولار 30,000 درهم إماراتي أو ريال. 9000 دولار. 9000 دولار. طيب، أنت تتحدث دكتور عبد الله المدني دائما عن أن هناك أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لديها مخطط متكامل منذ الخمسينات، من نهاية الخمسينات لاستيلاء البحرين. إيران عندها قبل أن تكون جمهورية إسلامية، وتقول أن إيران أعلن ضم البحرين تحت اسم المحافظة رقم 14. فهناك أطماع، دائما ما يكرر دكتور عبد الله المدني وأنت مهتم بالنسيج الآسيوي وبالتأريخ. هل تعتبر الآن اليوم تقول لي ما في أزمة إلا بعد أن ظهرت الثورة في إيران؟ كيف ممكن مرة تقول 58 نشأت الأطماع البحرينية وبعدين ترجع تقول لي؟ سوف أرد عليك. في أيام نظام الشاه كان معروف، يعني لها مطالب سيادة على البحرين، وكان مثل ما تفضلت تعتبر إيران المحافظة 14. وبعدين حل الموضوع، يعني حسم الموضوع بالقرار الأممي بعد شبه استفتاء أجري في البحرين بقيادة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة وينسبر جيوشياردي سنة 1970. رفع تقرير الأمم المتحدة، وصوت مجلس الأمن بالإجماع بالموافقة على تقريره بإعلان البحرين دولة مستقلة عربية. انتهت المشكلة خلاص. لما جاء النظام الحالي موجود على الضفة الأخرى من الخليج، صار ما استحي تسمي إيران الضفة الأخرى، أنا أحبذ أن نسميها الدولة الموجودة، لا أريد أن أذكرها بالاسم. الدولة هذه الآن صارت تطالب أو تؤزم الموضوع وتعطيها صيغة مذهبية، وهنا موطن الخطورة. يعني النظام الشاهنشاهي كان ينطلق من منطلقات شعوبية عنصرية ضد العرب، لكن هؤلاء ينطلقون من موقف مذهبي طائفي، وهذا أخطر في نظري. يعني استمرار على نفس المطالبات لكن الدوافع اختلفت. لا، والآن أزيدك، الآن لهم حسب ما صرح جنرال في الحرس الثوري مؤخرا أن الخليج ملك لنا، كل الخليج. يعني طيب، عدم الاعتراف بأي دولة من الدول الموجودة على الضفة المقابلة. المتظاهرين في دوار اللؤلؤ أو دوار مجلس التعاون، سميه ما شئت، يعني لا مشاحة في الاصطلاح، يقولون أنه لم يرفع علم سوى العلم البحريني في ذلك المكان. نعم، منين جبتوا أنه إيران هي اللي تدعم هذول؟ أنت انظر إلى الشعارات التي أطلقت في هذا الدوار، شعار إسقاط النظام واستبداله بجمهورية إسلامية على النمط الإيراني. يعني أنا لا جاء متأخرا. جاء متأخرا، وكان وراءه ناس يعني معروف عنهم ارتباطهم بهذه الدولة التي ذكرناها تحديدا. جماعات، مثل 3 جماعات معروفة، جماعة حق وجماعة وفاء وجماعة سعيد الشهابي في لندن. هؤلاء يعني أثبتوا أنهم راديكاليون متطرفون متشددون، يريدون أن يقيموا دولة يقيمون إسلامية. دولة. أنا أعرف الثورة تقوم في مكان من أجل إقامة دولة تحفظ الكرامة الإنسانية والحقوق الآدمية، بس لا أعرف كيف ناس يثورون من أجل إقامة نظام شبيه بالنظام الموجود على الضفة الأخرى من الخليج. وهذا النظام يعني لا نحتاج إلى دليل لكي نثبت أنه خرق
حقوق الآدمية ومرخ الكرامة الإنسانية في الوحل، كرامة الإنسان الإيراني العظيم مرخ في الوحل، وصرف موارده وأمواله على حركات ميليشيوية في الخارج. طيب دكتور، أنت تقسم الثورات العربية إلى قسمين، تقول أن هناك ثورات ذات مطالب محقة لها مسبباتها مثل مصر واليمن وسوريا وليبيا وتونس، وثورات تسميها تقول أعمال تخريبية مستغلة خارجيا وتجعل البحرين نموذجا لذلك، وتقول هذه ليست ثورة ولا تمت إلى الثورة بصلة. كيف يمكن أن تكون ثورة وهم يعلنون البحرين من دوار اللؤلؤة جمهورية إسلامية؟ هذا كلامك صحيح. طيب يعني هالحين بس نوقف عند البحرين، وانت رديت على 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 السؤال، لما انت كونك انك تعلن ثورة وانت اول شيء ما عندك مطالب معيشية كما في مصر محقة، بدليل مثل ما سبق اني قلت ان الذين ذهبوا للدوار يركبون افخم انواع السيارات ويمتلكون افخر البيوت واولادهم يدرسون في مدارس خاصه، ثم انك لم تنطلق لتثور. يعني انت تقول لي انه ما في اقطاع بالبحرين؟ في اقطاع، نعم في اقطاع، لكن اقطاع في كل مكان. انا خليني اكمل بس هذه النقطه. ال- 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 انا كيف تستطيع ان تقول هذه ثوره ومحقه وتستطيع ان تقول ثوره محقه اذا كان هناك قانون أمني جائر وقانون للطوارئ مضى عليه 3 عقود مثل ما حدث في مصر مثلا على سبيل المثال وسوريا، لكن أنت في البحرين عندك عملية إصلاحية. أعلن نظام الطوارئ بالبحرين؟ ما عليش إعلان طوارئ، هذا جاء نتيجة الأزمة الموجودة، لم 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 يوجد حالة طوارئ قبل هذا، وبعدين اللي طرح حالة طوارئ مخففة، يعني ليست الحارة. حالة السلامة الوطنية تختلف عن إعلان حالة الطوارئ، حالة الطوارئ تعني تجميد الدستور وإعلان الأحكام العرفية وإقامة تعيين حاكم عسكري وإيقاف العمل بكل القوانين وتوقيف كل الجمعيات السياسية، هذا ما حدث في البحرين. حتى المحاكم العسكرية التي تحاكم الآن بعض المتهمين ليست محاكم عسكرية بالمعنى المفهوم، إنما هي محاكم مختلطة. الآن النقطة اللي يعني كنت فيها شيء عسكري فيها شيء غير عسكري؟ لا، وبعدين في تمييز وفي استئناف، محاكم العسكرية لا يوجد فيها هذا الكلام. المحاكم الموجودة الآن في ظل قانون السلامة المدنية تتيح لك الاستئناف والتمييز أيضا. بعدين النقطة الجوهرية أنه أنت في البحرين عندك عملية إصلاح سياسي صار لها 10 سنين، وهذا والجماعة التي تظاهرت وارتكبت هذه الجرائم في البحرين مؤخرا شاركت في هذه العملية، يعني اعترفت بها. طيب هل يريد الدكتور عبد الله المدني أن يقول أن الذين اجتمعوا في دوار اللؤلؤة كلهم يهدفون إلى إقامة جمهورية إسلامية في البحرين تابعة للنظام الإيراني؟ هذا ما اتضح من الشعارات، وللأسف الشديد أن بعض الجماعات، وخلينا أخص بالذكر جماعات ماركسية يسارية وجماعات قومية بعثية، يعني أنا استغرب كيف الإنسان ماركسي لينيني له تاريخ نضالي طويل في البحرين ويضع يده في يد شخص يريد إقامة نظام ولاية الفقيه، هذا أنا يعني خلي الواحد محتار. يمكن ماركس عنده علاقات مع ولاية الفقيه، وشخص مثل يعني إنسان يعني بعثي قومي طول عمره في عداء مع النظام الفارسي. من تقصد؟ البعثيين الموجودين في البحرين، التجمع القومي وجماعة التجمع القومي، كيف يضع يده في يد ناس يريدون إقامة دولة شبيهة بالدولة الفارسية؟ البعثيين والقوميين البحرينيين لم يعلنوا عن دولة عن الجمهورية الإسلامية. يعني أنا بقول لك مثال، أنت حضرتك تدرس في جامعة البحرين صح ولا لا؟ لو ارتكب أحد الدكاترة في جامعة البحرين هل نقول كل دكاترة جامعة البحرين سيئين؟ لا لا يا سيدي، هذولا عقدوا تحالف اسمه التحالف السباعي، وللأسف هو ليس تحالف سباعي، يعني أنا أقدر أقول تحالف رباعي، لأن بعض الجمعيات التي دخلت هنا بس كثرة عدد، يعني هم مجرد. وش الرباعي يتكون من مين؟ يعني يتكون من الجمعيات الرئيسية الوفاق والمنبر التقدمي ووعد، أما باقي الجمعيات هذه كلها رئيس ومع 4 جرعان، يعني لا يشكلون أي ثقل ولا ليست لهم أي تاريخ. مسجلة رسمية ولا مش مسجلة؟ مسجلة رسمية. هذول دخلوا في تحالف، والتحالف معناته أنه وقعوا على نفس البيانات اللي تطلع من جمعية الوفاق، ولا واحد اعترض على أي بيان أو قال لا أنا لا أوقع وأنا كيان مستقل. هل أعلن أحد من جماعة الوفاق بأنه يريد أن ينشئ جمهورية إسلامية في البحرين؟ جماعة الوفاق متحالفة أحق؟
حق أصلاً جزء انسلخ من جمعية الوفاق، وكانوا كلهم مجتمعين في أيام أحداث التسعينات، كلهم يشكلون كتلة واحدة. طيب بس اختلفوا عقب. اختلفوا وطلع الناس متشددين لأنهم غير راضين بالإصلاح السياسي ولا يريدون مشاركة الوفاق في العملية البرلمانية. هذا كان الخلاف. طيب قصدي الدكتور، لما حضرتك يعني تتهم الوفاق، هل هناك أحد من الوفاق قال بهذه الاطروحات التي ترفضونها؟ هم قالوا فيها الآن يترددوا يتراجعون عن كلامهم، يعني هم الشعارات التي رفعت في الدوار كانت تقول هذا. أنا أبي شخص من وفاق طلع في تلك الفترة وطلع بيان قال والله هذه الشعارات المرفوعة إحنا مو ملزمين فيها. تقصد مثلا يسقط الخليفة؟ يسقط الخليفة، يسقط النظام، إقامة الجمهورية الإسلامية، كلها كانت شعارات موجودة وفي أفلام وثائقية تبرهن على ذلك. أنا كان ودي أن جمعية الوفاق أو الجمعيات الحليفة أي واحد معترض على هذه الشعارات أن يعلن، يطلع بيان ويقول بصريح العبارة والله أنا ضد هذا. طيب. وأنا أتبرأ من هذا، أنا لي كيان مستقل وأرفض هذا الكلام. أنا لما أنتقل الفاصل لا أرفض ما تقوله، فاسمح لي أني أنتقل الفاصل. فاصل قصير أيها الأخوة والأخوات، نعود بعده إلى إضاءات وحوارنا مع الكاتب والأكاديمي البحريني الدكتور عبد الله المدني. فابقوا معنا. حياكم الله مجددا في إضاءات أيها الأخوة والأخوات. لا يزال حوارنا هذه الحلقة مع الدكتور عبد الله المدني الكاتب والأكاديمي البحريني. دكتور عبد الله، كنا نتحدث قبل الفاصل، كنت تقول أتمنى أن أحد المجتمعين في الدوار اعترض على هذه الشعارات المرفوعة في الدوار حتى يبرئ نفسه منها. لما قلت لك أنا أنه لو أحد ارتكب مثلا خطأ في جامعة البحرين لا يمكن أن نعمم هذه الحالة على. خليني أنتقل إلى قضية أخرى. هل ترى أن الدعوة التي وجهها ملك البحرين يمكن أن تجد قبولا وتفاعلا من أطياف المجتمع البحريني بعد هذا الشرخ الذي حدث في مجتمع كان متآلفا؟ أنا أعتقد أن جلالة الملك يعني صاحب صدر واسع ويحب أبناءه ويحب بلده، ومن هذا المنطلق طرح بالأمس، احنا كنا عنده في القصر الملكي وطرح أمامنا موضوع العودة إلى طاولة الحوار مع بداية شهر يوليو، ولم يستثني أي طرف. أقصد بالأمس القريب. لا نعم بالأمس القريب. لم يطرح طرح موضوع الحوار، لم يستثني أحد، وقال أنه لا شروط ولا سقف لهذا الحوار، وهذا معناته أن كل المجالات مفتوحة. بس الإعلان جاء من دون اشتراطات مسبقة أو شروط مسبقة؟ من غير شروط مسبقة. وش الشروط اللي ممكن أن يعلنها البعض؟ يعني هو إذا رجعنا إلى ما طرح في قبل في أثناء في الدوار، في الدوار كانوا يطالبون بملكية. مشكلة الدوار أنه يلف ويدور. نعم بالضبط، كانوا يطرحون موضوع الملكية الدستورية، وكانوا يطرحون تداول السلطة. في ملكية دستورية. نعم بس هم يطرحون تداول السلطة لأنه يعتبرون أن من أهم شروط الملكيات الدستورية تداول السلطة، بمعنى الوصول إلى رئاسة الوزراء بما يتبعها من قيادة الجيش ووزارة الدفاع وما أولى ذلك. وطبعا هذا أمر حساس جدا. أنا أعتقد أن الأنظمة في الخليج، كل الأنظمة الخليج وليس النظام البحريني، لن يرضى بهذا. طيب كنا نتحدث أيضا بالمقطع الأول، كنت أسألك أنه ألا يوجد إقطاع بالبحرين؟ قلت لي فيه إقطاع. زين لكن الإقطاع في كل مكان، لكن ليس الحل هو هذا الحل. هل تريد أن يعني تقول لي بشكل غير مباشر، بما أنك مهتم بموضوع الهند وشؤون الهند، أنه يجب أن نطبق النظام الغاندي، أنه يعني حطوا خدك الأول وبعدين عطوا خدك الثاني وبعدين يعني علشان تحقق مطالبك؟ هذا سيدنا المسيح، بس غاندي يعني غاندي هو عملها بطريقة أخرى. غاندي أنا جدا مؤمن بفلسفة غاندي. أنا أعتقد لا يوجد شيء ثمين وعزيز وغالي يبرر اللجوء إلى العنف مهما كان هذا الشيء. يعني إثالة الدماء هذا أكبر جريمة وأكبر خطأ. من لجأ إلى العنف في البحرين؟ نعم، من الذي لجأ إلى العنف في البحرين؟ احنا شفنا العنف على مدى سنين طويلة ومعروف الذين لجأوا إلى العنف. طيب بس هنا يعني في حالة 2011 من الذي بدأ بالعنف؟ الذين بدأوا بالعنف هم الذين خرقوا القانون. كيف خرقوا؟ انت عندك دولة نظام قانون،
والقوانين معروفة، أنت خرقت هذا القانون. طب ليش أنت، ليش يا دكتور عبد الله المدني لا تطبق هذه الحالة التي تفضلت فيها على سوريا، على مصر، على ليبيا، على اليمن؟ ليش تستثني بس البحرين؟ من المحتجين اللي اعتبرت أنه ثورات محقة نفس الشيء، ممكن تطبق عليهم نفس الكلام. لا بس يا أستاذ تركي، أنت عندك في البحرين عملية إصلاح سياسي، أنت المفروض تأخذ هذه العملية وتبني عليها وتطورها كما يطالب النظام. النظام راغب في تطوير العملية الإصلاحية، لم يقفل الباب أبدا، بينما الدول التي ذكرتها لا يوجد فيها إصلاح، فيها قانون أمني جائر، الناس في فقر وحالة مزرية ويشتكون في كل أمورهم. البحرين حالة مختلفة تماما، أنت عندك نظام أعطى للشعب البحريني ما لم يعطيه أي نظام عربي آخر. لو عدد لك على سبيل المثال، تبييض السجون، إطلاق حرية العمل السياسي. أنت اليوم المعارضة تتحدث عن أن هناك مساجين سياسيين وعن أن هناك تعذيب. أنا سبق أن قلت لك أن هذه كلها مبالغات. الملك بيض السجون بمجرد ما تولى الحكم، أطلق عملية الإصلاح السياسي. اليوم في البحرين في جمعيات سياسية، حتى الديمقراطية الكويتية اللي مرت عليها 50 سنة لا يوجد فيها جمعيات سياسية. جمعيات سياسية مرخصة، لها نشراتها، بل تحصل على دعم مادي من الميزانية العامة، هذا لا يوجد مثيلها في أي دولة عربية. إضافة إلى ذلك لو سمحت لي، الجمعيات السياسية لها مطلق الحرية في العمل. المشروع الإصلاحي جاء بالمحكمة الدستورية، محكمة الرقابة، جاء بقانون متطور للأحوال الشخصية للمرأة، حقوق المرأة، وهذه طبعا الوفاق رفضوا هالحقوق هذه وأبطلوا المشروع بالتعاون مع جمعية حليفة لهم، هي جمعية وعد التي تدعي أنها ليبرالية. المشروع الإصلاحي عندهم مبرراتهم ضمن المؤسسة الديمقراطية، رفضوا المشروع. ما اختلفنا، بس هذا شيء يرنو إليه الجميع، يعني في صالح النساء، شيء متطور لا يوجد مثيل له في أي مكان في العالم العربي. خذ على سبيل المثال قانون التأمين ضد البطالة، هذا لا يوجد إلا في الدول الإسكندنافية. أنت تتحدث عن أشياء حدثت في البحرين خلال 10 سنوات الماضية، يعني لا شبيه لها في أي منطقة عربية أو حتى في منطقة الشرق الأوسط عموما. طيب أنت تتحدث قبل الشهر الماضي، في مايو الماضي، مايو أيار الماضي 2011، التقينا على خلفية احتفال نادي دبي للصحافة بجائزة الصحافة، وكنت تشكو من أن هناك ضعفا في الإعلام البحريني الرسمي، وتقول أن هناك من كان يسألك هل عندكم جمعيات سياسية بالبحرين؟ ألا ترى أنه مشكلتكم فيكم أنتم في البحرين؟ هذا صحيح، هذا لا أنفيه إطلاقا. وليسمح لي معالي الشيخ فواز رئيس هيئة شؤون الإعلام لأقول له أن الإعلام الرسمي ضعيف جدا ولا يصل إلى الخارج، إلى الناس المهتمين، إلى المفكرين والمثقفين. يعني كم واحد سألك أثناء المؤتمر أنه عندكم جمعيات ولا ما عندكم؟ نعم، سألني أكثر من شخص ولا يعرف إطلاقا إذا كانت في عملية إصلاح سياسي. وبعدين لما قلت عندنا جمعيات سياسية وبل أنها تقبض من الدولة مخصصات شهرية، استغرب، قال لي أنا ما ممكن أصدق، وين ليش ما تنشرون هالمعلومات؟ خليني بعطيك واحدة من الأسئلة المختلفة أيضا. نعم. قوات درع الجزيرة التي ترحب بها وتعتقد أنها حافظة البحرين، هناك من يقول أنها تقاتل البحرينيين وتطلق الرصاص على البحرينيين. هذا كذب وافتراء، وقد ثبت للجميع أن قوات درع الجزيرة إنما تحافظ على المنشآت الحيوية، لا نرى لها وجودا في الشوارع إطلاقا، لم تقم بأي عمليات، وإنما هم الجماعة يريدون أن يخلقوا مناخا أو بيئة من أجل التدخل الأجنبي، يعني على نفس النموذج الليبي. وقس على ذلك ما قاله بعض أعضاء الوفاق لفضائية المنار أو فضائية العالم الإيرانية، أنه والله في طائرات أباتشي تضربنا في الدوار، في الدوار، مع أن سلاح الجو البحريني لا يملك أي طائرات أباتشي. فيفترون ويريدون تضخيم الأمور من أجل الوصول إلى هدف معين هو التدخل الدولي. طيب، يعني أنت ترحب بقوات درع الجزيرة، تعتبر أن تدخلها مهما بالنسبة للبحرين؟ مهم جدا، وجاء في الوقت المناسب، وأعتقد أن البحرين دولة ذات سيادة وبإمكانها أن تطلب
ما تشاء من أي مكان. طيب، تتحدث عن المبادرة التي قدمها ولي العهد البحريني الأمير سلمان عفوا، الذي تعتبر أنه يقود إصلاحات حقيقية في البحرين. طلعت المبادرة اللي قدمها الأمير سلمان وبعد انطفت، ما حد شفنا شيء، وش صار بالضبط؟ لا، السمو ولي العهد الأمير سلمان يعني فاجأ الجميع بدخوله في ملابس العادية، برنامج يذاع على الهواء مباشرة في تلفزيون البحرين، فاجأ الجميع. تلفزيون البحرين اللي تعتبره ضعيف إعلاميا، ومع ذلك دخل فيه، دخل وحضر برنامج على الهواء مباشرة وخاطب شعب البحرين ككل، هذا في بنك الأزمة، قال لهم يا جماعة نريد الحوار من غير سقف ومن غير شروط، وأنا مستعد لكل شيء. وبعد مدة يعني دعوة الملك الآن تطلب أنه يصير في حوار بدون اشتراطات، لكن الوقت كان فيه حوار بدون شروط، بدون شروط وبدون سقف، يعني فتح المجال، قال اطرحوا ما تشاءون وليشترك الجميع. وبل فوق ذلك اتصل فينا احنا مجموعة من الشباب شخصيا، قالوا ارسلوا مرئياتكم، انا فاكسي مفتوح 24 ساعة، وشجعوا الجماعات الاخرى ترسل مرئياتها، واحنا نجمع كل المرئيات نبلورها ونطلع. وفعلا بعد اسبوع طلع سمو ولي العهد وقال انا من قراءتي لهذه المرئيات عرفت ان في 4-5 مشاكل، هذه هي المحاور الرئيسية لأي حوار. طيب لماذا لم يكتمل الموضوع؟ لماذا لم يتم تفعيل هذا الحوار؟ الحوار أجهض من قبل جمعيات المعارضة في اللحظة الأخيرة. يعني كما هو موثق المكون الشعبي الآخر الذي ظهر في تجمع الفاتح بقيادة الشيخ عبد اللطيف المحمود مرتين، المرة الأولى 300,000 شخص، المرة الثانية حوالي 400,000 شخص مؤيدين للنظام واستمرارية النظام، وكانوا يطالبون بإزالة الدوار. هؤلاء ذهبوا إلى الطرف المكون الآخر، قيادات المكون الآخر في مقارهم. من هم قيادات المكون الآخر؟ الشيخ علي سلمان وجماعته ونوابه في البرلمان ذهبوا إليهم في مقرهم. في الشيخ مقر محمود راح للشيخ علي سلمان، نعم، للاتفاق على الخطوات النهائية، وضع اللمسات الأخيرة للبدء في الحوار. بس مشكلة الشيخ علي سلمان مع احترامي له وأنا أعرفه جيدا وقابلته عدة مرات، يعني مفتاحه مو في يده، موجود ضمن التراتبية الهرمية الدينية، موجود عند شخص آخر. من هو الشخص الآخر اللي يملك مفتاح؟ ما في داعي نذكر الاسم. هذا يعني الحين ما بقى شيء ما قلته يا دكتور عبد الله، وقفت عند هذه. معروف هو الشخص الموجود في التراتبية الهرمية الدينية، الشيخ عيسى قاسم. أنه الشيخ عيسى قاسم لا هو الذي يحرك الشيخ علي سلمان؟ لا يحرك كل الأمور، لازم استئذانه باعتباره هو المرجعية، هو آية الله الشيخ عيسى قاسم. وبالتالي فإن يعني الشيخ علي سلمان مع احترامي لا يستطيع أن يبت في هذه الأمور من دون الرجوع إلى المرجعية. وأعتقد أنه يعني قيل له لا انكف، ارجع، تراجع عن الموضوع، أنه لا تذهب إلى يعني كما أجهضت أطروحة ولي العهد البحريني، كأطرح أجهضت هذا، وأجهضت من قبل أيضا دعوة كريمة من زملاء لنا في الصحافة بإقامة صلاة مشتركة بين الطائفتين الكريمتين في مسجد الفاتح تعزيزا لهذا الحوار. لا، الدعوة لصلاة جماعية من الطائفتين، يعني الجماعة الدعوة جاءت من الصحافة تحديدا، زميل لنا من أحد كتاب الأعمدة ومن الغيورين على البحرين، طبعا زعيم تجمع الوحدة الوطنية الشيخ عبد اللطيف المحمود كان ساعي في هذا المجال، لكن المعارضة الذين يقودون المعارضة رفضوا أو أجهضوا المحاولة بدل ما أقول عارضوا. في 20 مارس/2011 كتبت مقالا في صحيفة الاتحاد الإماراتية بعنوان أوقفوا لبننة البحرين، قلت ما حدث في البحرين في الآونة الأخيرة من أحداث مؤسفة وعنيفة وغير مسبوقة في تاريخها، غريبة على طبيعة شعبها المسالم. ثم تتحدث عن قصور شديد في فهم السياسة، أبسط معانيها فن الممكن وليس فن المزايدة وفن التشدد. هل تعتبر أن الجمعيات الشعبية سممت أفكار أتباعها طائفيا وسياسيا مثل ما ذكرت؟ نعم، كل تأكيد. وبعدين المشكلة ليس في القاعدة بل أيضا في القيادات، القيادات لديها قصور في فهم معنى السياسة وكيفية العمل السياسي. لا يزال البعض منهم من تربى في أحضان الاتحادات الطلابية يمارس اليوم السياسة من خلال الأحزاب السياسية
بنفس الطريقة التي كان يمارس بها النشاط الطلابي في الاتحادات الطلابية، بكل ما يلصق في الشاب في عمر الشباب من رعونة ومن تطرف وتشدد. طيب، تتحدث في ذات المقال عن أناس عندهم حقد على النظام البحريني، من هم هذول؟ هذا الموضوع يرجع لنا إلى السبعينات أو إلى الستينات، نتيجة وجود حركات يسارية أجهضتها الحكومة البحرينية، ولا يزال هؤلاء متشبعون بكراهية النظام من تلك الفترة لأنه أدخلتهم السجون ومارست معهم. وهذا كان أنت بتقول النظام تغير وهذول ما تغيروا؟ لا ما قبل الاستقلال هذا كان هناك في الإنجليز وعندهم دوائرهم الخاصة، وكانوا يعتقلون السياسيين ويحاسبونهم ويسائلونهم ويسجنونهم، تعرضوا لعملية تعذيب الكل يعرف مدى قساوتها، لكن ظلت الآن في دواخلهم. فلما جاءت العملية وانعكست الآن على نفوسهم وعلى تصرفاتهم وعلى سياسات جمعياتهم أيضا. طيب خلنا نكمل دكتور بعد فاصل قصير إذا سمحت لي. فاصل قصير نعود بعده لمواصلة حوارنا في إضاءات مع الدكتور عبد الله المدني الكاتب الأكاديمي البحريني، فابقوا معنا. حياكم الله في إضاءات مجددة. لا يزال حوارنا هذه الحلقة مع الدكتور والأكاديمي البحريني الدكتور عبد الله المدني. دكتور عبد الله، كنا نتحدث قبل الفاصل عن الوضع في البحرين. أود أن أسألك أيضا عن الوضع في البحرين. أنت تتحدث عن أناس يذهبون إلى دوار اللؤلؤة مترفين بسيارات فاخرة، وتقول بأن أوضاع الشيعة في البحرين أوضاع اقتصادية جيدة. معظم يعني الحديث عن الأزمة في البحرين يدور على أوضاع أو على إقصاء الطائفة الشيعية إن صحت العبارة في البحرين. كيف يمكن أن تنفي هذه التهمة؟ أنا لا أنفي نفيا قاطعا. العملية نسبية، يعني هناك جزء من الطائفة الكريمة يعني يعيشون في بحبوها من العيش ولهم مراكزهم في الدولة ويسيطرون على بعض المفاصل الاقتصادية الحيوية، وهناك أيضا جماعات يعني تعيش فعلا فقر مقنع مثل ما يعيش زميلهم في الطائفة المذهبية الأخرى. يعني الفقر ليس حصرا في طائفة واحدة. العملية تبقى نسبية، وأنا أعتقد يوجد فقراء سنة أيضا. نعم، كل تأكيد. اذهب إلى المحرق، اذهب إلى القرى المحيطة بالمحرق، تجد فيها مساكن بائسة. بس العملية في النهاية أن أنت عندك الدولة أتاحت لك جميع الوسائل لكي ترتقي بنفسك، لكن في خلل موجود مصاحب ملازم للإنسان نفسه الذي لا يريد أن يعمل، أن يجتهد، أن يرتقي بنفسه. اليوم عندنا في البحرين مشروع تمكين، هذا مشروع طرح في ظل العهد الإصلاحي لجلالة الملك، أن أنت تذهب إلى تمكين، يعلموك، يدرسوك، يوظفونك، يعطونك قروض عشان تنشأ مشروع صغير. بعض الناس اللي عندها يعني قابلية للارتقاء بنفسها راحت وبرزت، بعض الناس لا، تفضل النوم في بيوتها. طيب، في 6 مارس أذار 2011 كتبت مقالا في صحيفة الاتحاد الإماراتية بعنوان خطة خليجية لدعم البحرين. قلت فيها إلى أن البحرين يحتاج إلى ما هو أكثر من بيان إنشائي. تتحدث عن بيان دول مجلس التعاون الخليجي الذي تحدث عن دعم البحرين، وقلت أننا نحتاج إلى ما هو أكثر من ذلك، ليس سوى التفكير فورا بوضع خطة تنموية اقتصادية جادة وسريعة للبحرين انطلاقا من مبادئ الجوار والعيش المشترك والتكاتف في السراء والضراء والتكافل الذي يحض عليه الدين المشترك، وذلك من أجل نزع الفتين الاحتقان وذلك من أجل نزع فتيل الاحتقان المعيشي فيها. ماذا تريد من دول مجلس التعاون أن تفعل للبحرين؟ أنا كتبت هذا المقال قبل أن يقوم مجلس التعاون بدخول درع بالمبادرة الاقتصادية بمنح تخصيص 10 مليارات دولار للبحرين ولعمان، تصرف مليار كل سنة. هذا الكلام كتب قبلا، والحمد لله يعني أن الجماعة استشعروا بخطورة الوضع في البحرين، الوضع الاقتصادي والمعيشي. البحرين كما تعلم الدولة الوحيدة التي تعيش في بحر في وسط دولة في وسط دول
طافحة على بحور من النفط والغاز لا يوجد لها إمكانيات اقتصادية كبيرة، ولولا السياسة الذكية للنظام أعتقد أن البحرين ما كانت تصبح اليوم كما تراها لها بنية تحتية متقدمة ومتوفر فيها جميع الخدمات التي قد لا تراها في الدول الخليجية الأغنى منها عشرات المرات. يعني أنت تعتقد أن النظام يمارس سياسة ذكية؟ كيف؟ أنت تقول السياسة الذكية للنظام هي اللي خلصت البحرين. لا لا، السياسة الذكية التنموية، يعني هم اشتغلوا على التنمية وحولوا هذا البلد الضعيف الإمكانيات إلى مركز خدمات مثل سنغافورة مثلا. فاليوم صارت يعني كل الأعين تتطلع إليها للاستثمار والتجارة وأعمال المصيرفة وغير ذلك، وهذا أنعشت البلد. طيب دكتور عبد الله، كثيرا ما تتحدث عن أمن الخليج في أطروحاتك، تتحدث على أنه أطروحة أمن الخليج فيها الكثير من التهويل، ثم تأتي وتتحدث عن دولة لا تريد أن تسميها على الضفاف الآخر الخليج، وأنها تهدد دول مجلس التعاون الخليجي وتحاول أن تزرع القلاقل والفتن في النسيج الاجتماعي الخليجي. طيب كيف نجمع بين الأطروحتين؟ يعني هل يحتاج أحد إلى دليل للتدليل على 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 سياسات هذا النظام الذي ذكرته؟ هذا النظام من يوم ما ظهر. طيب ليش تعتبر أنه الحديث عن أمن الخليج في مبالغة؟ لا، ليس فيها مبالغة. الموضوع أن حديث أمن الخليج أصبح مكرر، ويعني الواحد وصل إلى حد يا جماعة فكونا من هالسالفة. أمن الخليج في 60 طريقة، وقد ثبت من حرب الخليج الثانية، حرب تحرير الكويت في 90 أن الدول الخليجية لا بد لها من حماية أجنبية، كما كان الحل في كما كان الأمر قبل الانسحاب البريطاني من شرق السويس حينما كانت هناك معاهدات حماية. اليوم احنا لسنا في الستينات، وليس من العيب ان نطلب الحماية الأجنبية. انت من انصار الحماية الأجنبية؟ احنا نشتري يعني كل سلعنا من الخارج وندفع مقابلة ثمنا كاش، او ندفع ثمنها غير بسلع مثل البترول، فلماذا لا نشتري الأمن؟ طيب كيف نجمع بين هذه الأطروحة التي ينادي بها الدكتور عبد الله المدني، وهي انه لابد لأمن الخليج انه يكون تحت وصاية أجنبية، وبين دعوتك إلى التوجه شرقا؟ طيب الأمن الأجنبي لابد لا من التوجه لا لا فيه لا غربا. لا لا، يعني الأمن ليس شرطا أن يكون مصدره الغرب. يعني احنا تكلمنا، احنا إذا رجعنا تاريخيا إلى الأيام نظام الشاهنشاه في إيران، نصب نفسه شرطي أمني في الخليج بمباركة أمريكية. بعدما يعني لا أريد أن أدخل في التفاصيل، تغيرت الأحوال، جاء النظام الحالي واشتعلت الحرب العراقية الإيرانية، وخافت دول الخليج من امتداد شرارة هذه الحرب إليها، فأنشأت مجلس التعاون. اتضح أن مجلس التعاون بحكم المعطيات الديموغرافية والتقنية والفنية ليست قادرة على أن تحمي نفسها. وفي روايات تاريخية أن إنشاء منظومة مجلس التعاون لم يكن بسبب الحرب العراقية الإيرانية وتداعياتها، وإنما أيضا لإفشال، إذا تتذكر، مشروع برجنيف الرئيس السوفيتي السابق لإعلان منطقة الخليج منطقة حياد وأمن وخالية من القواعد العسكرية ومفتوحة لجميع السفن، وهذا أطلقها من أمام البرلمان الهندي في وقت متزامن مع إنشاء مجلس التعاون، كان بدعم غربي لإفشال مشروع برجنيف. قد يكون هذا، قد يكون، أنا لا أجزم لأن عندي ليست عندي الدليل، لكن هناك الكثير من من بمناسبة من الحديث عن مجلس التعاون دكتور عبد الله المدني الأكاديمي، بس خليني أستاذ تركي أكمل هذه النقطة، يعني لأن هي جوهرية ومهمة ويدلل مدى التدخل الغربي في هذه الأمور. بعد ذهاب الشاه ضياء الحق في باكستان نصب نفسه شرطي بدل الشاه في الخليج، بل أعلن في أحد خطبه أن باكستان ليست عضو في مجلس التعاون الخليجي وإنما تعتبر نفسها عضو، وفي خطاب آخر قال سوف أدافع عن مجلس التعاون الخليجي حتى على حساب الأمن القومي الباكستاني. ومن يقرأ مذكرات برنجنسكي مستشار الأمن القومي أيام كارتر يجد في عدة صفحات. أنت تعتبر أن ضياء الحق زي الشاه؟ هذا يقول بدافع عن دول مجلس التعاون، وهذاك يقول دول مجلس التعاون تابع لي. لا لا، هي العملية عملية مسألة تنصيب نفسه عملية كشرطي أو كحارس في المنطقة. وضياء الحق يعني أعاد تكرار ما فعله بوتو، سلف بوتو حينما جاء يتودد لدول الخليج
لأخذ الأموال من أجل إنشاء القنبلة النووية ولبسها لباس ديني، فقال إنها قنبلة إسلامية سوف تعيد تحرير القدس والأراضي الفلسطينية. ضياء الحق قال نفس الشيء، لبس مشروع لباس ديني فقال إني بهذا سوف أدافع عن الأراضي المقدسة في مكة والمدينة. وبرنجنسكي يذكر بالحرف الواحد أنه لم يزر إسلام أباد إلا وكان ضياء الحق يقنعه أن والله توسط لي عند الجماعة في السعودية ودول الخليج يقبلوني كحارس أمني في منطقة الخليج مقابل طبعا مساعدات ضخمة. طيب خلينا نرجع إلى مجلس التعاون الخليجي بمناسبة الحديث عن المجلس، وهو السؤال الذي كنت أود أن أوجهه لك. أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي على هامش القمة التشاورية في الرياض قبل أسابيع ترحيبها بانضمام مملكتي الأردن والمغرب إلى مجلس التعاون الخليجي. كيف يرى الدكتور عبد الله المدني بوصفه محللا سياسيا ومهتما هذا الإعلان الذي وجد الكثير من الاستغراب بطبيعة الحال؟ يعني احنا كنا بصراحة متوقعين ان يصدر بيان يدعو فورا الى الكونفدرالية الخليجية التي اصبحت مطلبا شعبيا بعد مشكلة البحرين. والشكل الكونفدرالية اللي تطالب لحظة فيها مشكلة بس البحرين، اول شيء هذه اهم، الكونفدرالية الخليجية وشكلها اللي تطالب فيه. يعني الكونفدرالية طبعا عكس الفيدرالية اللي يعني اندماج الدول، احنا لا نطلب الاندماج لان في بعض الانظمة لا تريد ان تتخلى عن دورها ولا تفقد صفتها، فالبديل هو الكونفدرالية اللي انت والله تنسق في المجال الخارجي والدفاعي والمالي وتترك كل دولة بمؤسساتها وزعيمها كما هم يعني. الفدرالية طبعا العكس تلغي الأنظمة. الكونفدرالية لا تعتقد أن مجلس التعاون الخليجي كان شكلا من أشكال الكونفدرالية؟ لا، مجلس التعاون الخليجي اقرأ ميثاق مجلس التعاون الخليجي الذي صدر في مايو 1981، فتش في الصفحات لا تجد إلا كلمات بسيطة عن اتحاد أو وحدة أو انباد، كل التركيز على الهم الأمني. كان احنا ننتظر الآن بعد قيام مجلس التعاون الخليجي 30 سنة كنا نتوقع شيء أكثر، يعني يعلنونها بصراحة، يعني إحنا توجهنا وحدوي كما دول الاتحاد الأوروبي أو كما حتى آسيان تتجه اليوم إلى الوحدة، فإحنا ليش متخلفين عنه مع أن اللي يجمعنا أكثر من ما يجمع أوروبا ويجمع آسيان. طيب عندك تحفظ على دخول الأردن والمغرب؟ يعني عودة إلى الكلام السابق، كنا نتوقع أنه يكون في كونفدرالية أو على الأقل ملامسة الوضع اليمني بشكل جدي لأن اليمن أقرب إلى المنطقة، لكن طبعا عندها مشاكل غير خافية على أحد. طيب في مبادرة وفي وش اسمه الزياني مسكين كان رايح جاي. فدخول المغرب أو ترحيب المغرب والأردن كعضوين في مجلس التعاون أثار موجة من المناقشات بين معترض وبين موافق وبين متحفظ. المشكلة الرئيسية أن في هذا الزمن الذي يدعو فيه العالم كله إلى المشاركة في صنع القرار يأتي القرار فوقي من دون رأي أخذ رأي أي إنسان أو حتى من دون تهيئة البيئة لإطلاق هذا المشروع. يعني كنا لا ننتظر طبعا يعني عمل استفتاء. لو أعلنوا مثلا عن دخول اليمن كنت بترحب؟ مع أنه أظن الزياني يعني سافر لليمن بهالأسابيع الماضية أكثر مما سافر في حياته. لا، هم اليمن هيئوا لليمن، احنا هيئونا قبل لدخول اليمن جزئيا بمشاركة اليمن في بعض المجالات حتى نكون مهيئين نفسيا، وكان في هناك مشروع بالارتقاء بالاقتصاد اليمني حتى يعني يلامس تقريبا الاقتصاد الخليجي، وبعدين يصير عملية ادخال اليمن للمنظومة الخليجية سهلة كما فعل الأوروبيون. يعني احنا ما نطالب نقول تعالوا يا دول اعملوا استفتاء شعبي مثلما يفعلون الأوروبيين حينما تريد دولة الانضمام للاتحاد الأوروبي. احنا نطالب فقط ان يكون للنخب كلمة في هذا الموضوع وان لا تأخذ النخب. انتم الليبراليين؟ لا النخب الإسلاميين. لا نحن تضربون مع الإسلاميين. لا النخب بصفة عامة، غير في نخب شتى التيارات موجودة والحمد لله كثر في الخليج اليوم، احنا لم نعد أقلية يعني. أما القرار يجي من فوق فهذا في هذا الزمن في هذا الوقت الذي يطالب الناس المشاركة يعني كان سيء جدا. وبعدين النقطة الرئيسية، أنت اليوم تجيب الأردن أهلا وسهلا بالأردن، الأردن امتدادات ديموغرافية وعشائرية وقبلية للمملكة العربية السعودية كبرى دول مجلس التعاون، بس الأردن تلاحظ اقتصاد هش، الشعب مسيس من قمة رأس إلى أخمص خدمي. طيب وبعدين في كتلة بشرية من ذوي الأصول الفلسطينية
ولهم رأي خاص بمنظومة الخليج، واللي برزت أثناء حرب تحرير الكويت حينما تظاهروا ووزعوا الحلوى احتفاء بكل صاروخ يسقط علينا، ورددوا من اضرب اضرب يا صدام من تل أبيب للدمام إلى الدمام، خذ بالك يعني دمام. دكتور أنا يعني مش الفكرة الاحتجاج، ولا أبغى أفرض عليك من فوقس، ما عاد بقى عندي وقت. شكرا لك دكتور عبد الملك. العفو، شكرا لك يا سيدي. شكرا لكم أيها الأخوة والأخوات على متابعة هذه الحلقة من إضاءات، حتى ألقاكم في حلقة مقبلة، وأودعكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن بعض الإنسان.